خالدة رئيسة دار الأمومة دار الأمومة الطفل. يلا هدينا خمس شهرات وكنا في الإصلاحات عاونونا الناس ويسين سيد دواري الله يجازيهم بخير تاهما وقفوا معانا وسيد الباشا أي حاجة تنطيح علينا إيوا حتى حنا وقفنا وقفنا زعما بزاف كاع الجروب ديالي واقف معايا لقينا هادشي قادينا ودابا الماترنيتي حدانا اتفقنا معاهم في البنات لا ماترنيتي الله يحفظها هدر تيسقلو مزيان البنات ودرنا معاهم اللي جات يقلبوها بلا ما يسيفطوها للدار دارها إلا كانت قريبة واحد دوج ولا تخرج قلتلو ولا يومين تجي عندنا لدار الأمومة واكلة شاربة كلشي مجهز راه دوك لدار الأمومة شفتوها تبات عندنا تيجدا نشوفو تنبقاو معاها تا تتبغي تولد تنديوها للماترنيتي تولد تتبقى تمرض كاغون تسدو سيرفييت تقوم بها الفرمليات الا باقي ما قدرت تمشي لدارهم تنجيبوها ثاني نقابلوها واحد جوج ولا تخرج وحتى تمشي لدارها نوقفوا معاهم في كل شيء والحمد لله لقينا السلطه معنا سيد الباشا واقف معنا المبادره واقفه الناس ديال المجلس ما كل شيء واقف معنا الحمد لله وهانتم شفتوا دار الامومه تقريبا شحال المستفيده اللي استفدت دابا عاد غادي نبداو حيت حنا يلاه بدينا خمس شهور هادي وكنا عارف الاصلاح ديال دار الامومه كانت شويه معاه شحال هذا وهي كاين يلاه بدينا المواتيس بدينا الاصلاح هو دابا ان شاء الله غادي نبداو ان شاء الله وحنا مع الميدان ديالنا نتكون انا واحد صاحبتي اللي هي معايا النائبه ديالي انا في غير تخيطي وقفت زعما الميدان ديالنا ما كاين حتى مشكل وتلف المليات ديال الصحه تعاون ديال المستشفى وحداني اللي تهضر لهم احتضر لهم والحمد لله الله يجازيكم بخير جيتو زرتونا جا سيد الوالي الله يجازيه بخير والوفد ديالو الله يجازيهم بخير كلشي وقف معانا الله يجازيكم بخير بسم الله الرحمن الرحيم معكم الدكتور عائشة الصايغ مديرة الأكاديمية الكندية للطب السجلية جينا لهذا الحفل اليوم إن شاء الله باش نحطو حنا البصمة ديالنا ونقول لهم بأن الدور ديال الرضاعة الطبيعية راه ماشي غير دور صحي وإنما عنده دور حتى في الصحة النفسية الناس اللي في الدومين راهم تيعرفوهم بأن العملية الأولى من يعني المرحلة العمرية ديال الطفل تيقع واحد التثبيت نسميوه حنا في علم النفس بالمرحلة الفمية يعني هنا الأم ما تعاملتش مع الطفل ديالها في هاد السنتين الأولى ما تعاملتش معاه مزيان يوقع التثبيت وهذا التثبيت يؤدي إلى اضطرابات والهدف ديالنا الثاني إن شاء الله تحت رعاية السيد الباشا مرقب أنا ندير واحد الشراكة مع دار الأمومة بإذن الله باش إن شاء الله تكون واحد التوعية للأمهات توعية للأمهات خصوصا من ناحية النفسية من ناحية النفسية ومن ناحية جودة الحياة هذا هو الدور ديالنا إن شاء الله ديالنا وهذا يعني ماشي الرضاعة عندها غير دور صحي وإنما عندها إحنا مثلا نقولوا الصحة الصحة العضوية والصحة النفسية إذا حتى الرضاعة عندها واحد الدور في الاتزان النفسي للطفل وهذا هو اللي بغينا إن شاء الله في دار الشراكة ننبهوا الأمهات ليه كيفاش تتعامل مع الإبن ديالها فسميتو حتى لا يقع له تثبيت في هذه المرحلة العمرية وإلا نجح درس هذه المرحلة العمرية بسلام بطبيعة الحال الطفل تتكون عنده واحد الصحة متوازنة وما تيعانيش من اضطرابات نفسية. السلام عليكم.